السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الفل، صباح الورد، صباح الجمال، صباح الياسمين، صباح كل حاجة حلوة. حبايب قلبي، لسه صاحية من النوم. طبعا هاخد بطانيتي دي واحطها فوق في الشمس، تمام؟ وبعد ما احط بطانيتي ومخدتي دي اللي انا باخدها معايا على طول وانا نايمة، هاخد ايه بقى؟ اقوم البس، اتوضى واصلي طبعا، وبعد كده اقوم اخرج اجيب فطار فول وايه وسلطه وبطاطس كده علشان اشوف هنعمل ايه. وهقول بقى النهارده كده روتين النهارده في ايه. بعد ما خلصت وخلصت كده طبعا لازم الشقه لازم كل يوم تنظيف. هشوف انا اعمل ايه في روتين النهارده ونظبط الدنيا مع بعض. صباح الفل، يلا خدنا ناخد الحاجه دي ونطلع على ايه، على السطح الاول. حبايب قلبي، وفي يومي انا خرجت دلوقتي اهو، الحمد لله جبت فطاري، جبت البتنجان والمية السلطه وجبت البطاطس والطعميه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه، هحطهم في الاطباق. حبايب قلبي، وفي يومي وفورتين النهارده طبعا الفطار بتاعنا بيتكرر، هو فطارنا المصري مفيش اكتر منه. يعني فطارنا العيش والطعميه والسلطه والبطاطس، وطبعا كوبايه الشاي اللي هتظبط الايه الاداء، احسن حاجه فيها كوبايه الشاي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه يا حبايب قلبي. صباحكم صباح سعيد، ونهاركم يوم ان شاء الله حلو. يلا بينا، يلا بينا حبايب حسونه. ودلوقتي فطرنا اهو يا حبايب قلبي، هنعمل ايه؟ انا ماسكه بس التليفون بايدي لسه ما ظبطتوش اهو، فطاري اهو. تعالوا بقى كده ايه، الحمد لله فطرنا، نغسل بقى ايه ونشجع بعض كده. اللي عنده حاجه كده على الحوض يقوم يغسلها حبايب قلبي. يلا بينا حبايب حسونه، يلا بينا حبايب قلبي. انا طبعا انا بحط ده كده للزرع زي ما انتم عارفين كل مره، وبرده البيت ده برده بعوزه للزرع، القشر بتاعه يعني اهو. تمام، نغسل بقى، ننزل حاجات كده بس بالصلاه على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قومي يا روح اغسليش، نغسلهم كده ونقول يا هادي سامحوني سامحوني، كل واحد وظروفه. شوف بلم بشر الصابونة اهو، هو عيب مش عيب حبايب قلبي؟ يا رب كده يعجبكم اللي انا بعمله. وبالله عليكم بالله عليكم، كل واحد وظروفه، كل واحد ودنيته، كل واحد وايه وظروفه. بلاش نتنمر على بعض، بلاش نضايق بعض، نحب بعض. ولا كلامي غلط؟ اللي شايف كلامي غلط يقول لي. كل واحد ودنيته، كل واحد ودنيته وظروفه. طبعا هما شويه غسيل كده ايه، انا عارفه ان هما مش حاجه، بس كل واحد ودنيته برضه. تمام، قومي يا حبيبه قلبي، شوفي وراك ايه في مطبخك، وقومي عامله ايه، اعملي زي اعملي زي عندك. يا رب عندك الخير كله، يا رب عندك الخير كله، يا رب عندك الخير كله. بس انا هقولك على حاجه، قومي برضو اغسلي مواعينك، عندك حله، عندك تيفال، عندك مش عارفه مش عارفه، ده اللي عندي وانا بجود بالمواعين. وربنا يخلي اللي قبلي دول. حبيبه قلبي الدكتوره منى، انا ما كنتش عندي الا سلستين، وما كنتش عندي كمان سلستين، يعني كتر خيري لما جيت السلستين. بس اهم حاجه يا حبيبه قلبي تاكلي في طبق، انت راضيه بنفسي راضيه، مش تاكلي لي في حاجه يا عيني كلت في ايه وانت اصلا ما كلتيش، ولا ايه رايك حبيبه قلبي؟ قومي روحي شجعي نفسك كده واعملي زي كده، حاجه بسيطه حاجه كبيره. روحي يا ولادك دعمي ايدك وخلاص ان شاء رب العالمين، ربنا يكرمك. كل واحد في البيت مسؤول عن شغله، صح؟ وانا برضو مسؤولة على بيتي، مسؤولة على ولادي. تيجي نديله زقة، ادي زوبة زقة اهو يا حبايب قلبي حسونة. هو اصلا مش في حاجة يعني، عشان انا لسه هنشوف هنعمل ايه، بس لازم برضو يبقى حضن ايه نظيف، صح؟ يلا حبيبة قلبي شوف هنعمل ايه. اهو غسلناهم هم في ثانية، صح؟ اهو غسلناهم وفي ثانية خلصنا. حبيبة قلبي يلا بينا، يلا بينا حبايب قلبي. وفي روتين النهاردة اللي طبعا حزن الحزن،
انا راضية والحمد لله. كل اللي هيتكلم ويقول ويعيد انا مش عايزاه في القناة، ده فضل ونعمة، ده اكلي، ده رضا. طبعا انت شفتوني فطرت ايه صح؟ النهاردة هعمل ايه بقى؟ عندي شوية طماطم اهمت، هضربهم في الخلاط اللي انتوا بتخيلوا عليه، تمام، اللي خد كلام اكتر من حسناء اهو. بسم رب العالمين، فضل ونعمة برضك، تنكوا خيلوا علينا الحمد لله، تمام. هضربهم في الخلاط، مش هعمل اكتر من كده، هعمل كيس مكرونه، والحمد لله ان انا لقيت كيس مكرونه، تمام. وعندي هعمل شويه سلطه اهمت، تمام، وهقلي معاهم شويه بتنجان وشويه فلفل. هو ده روتين النهارده، هو ده غدايا. بصوا ده غدايا والحمد لله، هيبقى غدا وعشا، اصلا انا ما بتعشاش. خلاص هعمل الطماطم في الخلاط وهرجع لحضراتكم تاني عشان نسبك، وفضل ونعم. وكويس اصلا ان انا جبت زيت، انا ما كانش عندي زيت للقلية اصلا، الحمد لله. يلا روتين حلو ليا انا، مش حلو ليكم، خلاص حبايب قلبي سامحوني معلش، هو ده روتيني. يلا بينا حبايب قلبي، انا دلوقتي الحلة قدامي اهيت، وطلبت الطماطم في الخلاط اهي، والله مصلحة الخلاط، اقسم بالله كان عاوز 50 جنيه مني، خد مني 30 جنيه بالعافية، لان البتاعة ده هي كانت بتجيب اتكسرت غيرها، وفي نفس الوقت كانت بتجيب مية، وبعد ما بتجيب مية اتاري العيب من الماتور بتاعي. بس يلا الحمد لله. هسبك بقى الطماطم، وبعد كده ايه عشان اعمل شوية مكرونة، يعني بديتها ايه كده، انا بمنشج نفسي كمان، واقلي البتنجان واقلي الفلفل معاكم. يلا حبايبي معلش عشان صوتي كده عشان انا معيطه. يلا حبايبي لما تيجي تسبك هحط عليها التوابل بتاعتي. البتنجان اللي انا هعملهم كده، بصوا البتنجان اهو انا جايباه، تمام. بصوا بقى هقطع البتنجان اهي للبنات اللي داخله المطبخ، بس خيلوا بقى ماشي، هقطعه كده تمام اهو، هقطعه كده عشان سكينتي تلمى، معلش اقطعه كده عادي عشان هو ايه كده اهو. بصوا تمام أو. كل واحد على قده بقى يا جماعه ماشي، يا رب كده اللي يعجبه الفيديو اهلا وسهلا، واللي مش يعجبه الفيديو خلاص تمام اهو. البتنجانه اللي انا قطعتها اهي بقطعها كده تمام، اعملها كده على قدي. حلو رضا، ده اللي انا بجيبه من بره من عند جمال، بس انا هعمله المره دي بايدي لاني جبت زيت والحمد لله ابراهيم جاب لي زيت، ربنا يسترها معاك تمام. هكمل انا بقى دي واعملها بقى كمان عشان خاطر ان احنا نقلي، واوريكم ايه الدقه اللي انا هعملها معاكم، حلوه قوي هتفتح نفسيك. ده حبايبي الزيت بتاعي اهو، هنزل بيه الباذنجان بتاعي اللي على قدي. حلو رضا، عايزه ما انت عايزه بقى طبعا انت بتستعملي طبخ، ما بتستعمليش ايدك زي وما طاسه بالظبط. الحمد لله انا وفرت زيت، ابراهيم جاب لي زيت، ما كانش عندي والله زيت، فاني انا كنت بجيب من بره من جمال لو تفتكروا في الفطار والايه الاكل بتاعي، زي ما انتوا شايفين كده اللي بقى كده كلكم عارفين بيتقلي ازاي صح. هما طاسه، هما الثلاثه طاسه تمام، خلاص خليهم وارجع لكم تاني. حبايب قلب الباذنجان بتاعي اهو اتقلى والحمد لله، خلاص تمام رضا والحمد لله اهو. هبدا بقى انا انشله كده، حلو قوي كده تمام. هنزل دلوقتي بايه بالفلفل، هنزل بالفلفل المتواضع بتاعي اهو. حبايب قلبي ده الفلفل اهو حبايب قلبي، خلاص تمام نشيله بقى كده، خلاص كده الفلفل بتاعي اتحمر. تعالوا بقى نعمل الدقه بتاعتنا،
اللي انا عاملاها هريسه، بس انا هعملها معاكم باختصار. عندك هريسه شغال، ما عندكيش تعالي بينا اقول لك انا هعمل ايه دلوقتي. عندك فلفل اخضر ماشي، عندك فلفل احمر ماشي. انا عامله الهريسه معاكم في القناه، هتشوفوها فيديو ان شاء الله لوحدها، عامله الخضرة وعامله الايه الحمر. بس انا عندي فلفل، يعني ربنا الحمد لله فريده، وعندي فلفل، فلفل اهو. طبعا انت عندك كبه، هتضربيه في الكبه وهقول لك هنعمل ايه بعد كده. خلاص ما عندكيش، ما عندكيش في هريسه الفلفل اللي موجود في الثلاجه عندك. لو انا عندي هريسه، بس انا مش هشتغل بالهريسه علشان انا عندي فلفل دلوقتي. يلا بينا نشوف هعمله ازاي وارجع لكم. هضربه في الخبطه بتاعت الغلبانه يا قلبي. اه يا حبيبتي معلش بقى، حزن الحزن زي ما هما بيقولوا عليا، هي دي اللي موجوده ومتوفره عندي. تمام هعمل بقى اللي هي الايه، معلش اللي هي الحمراء اهي. تمام خلاص كده انا عملت الخطوه يا حبايب قلبي على قد بقى. طبعا في حته باينه حمراء اهيت، خلاص بقى كده حلوه قوي علشان الايه ما تبقاش ميه خالص. طبعا انا لما انا كنت عاملاها عملتها بالمخرطه في الهريسه، طبعا انا مش هعمل الكميه كلها كده، البتاع يبوظ، بتاع الخلاط بتاعي كان هو اصلا باظ كمان يعني دلوقتي ده. تمام انا بعمل اهوت. تمام طب هتعملي ايه حسناء اهو. تمام عايزه بقى تحط حبيبه قلبي معلقه توم، انا عندي توم في الفريزر. تمام انا هاكلها سك كده، عشان كده ما رضيتش اعمل بالهريسه. تمام يعني سك يعني ايه، يعني فلفل بس. تمام ودول شويه شطه حمرا اهم. تمام وشويه ملح اللي يعجبك انت بقى، تحطي شويه توم براحتك. طبعا الملح ده عشان احدق الايه البتنجان بتاعي. تمام واقلبهم اهو الخضرة على الحمرة ماشي، وانت بقى براحتك بقى تعملي كتير تعملي قليل تعملي اللي انت عايزاه. حلوه يا جميله كده اهو كده على قد الحمد لله. خلاص يا حبايب قلب حسونة اهو تابع اعمليها بقى. عندك شويه مخلل وعايزه تحبشيه اعملي كده، بس المخلل بقى تحط عليه شويه زيت وشويه خل. خلاص اهو يا حبيبه قلبي، والله دي طريقتي عاجبينها اهلا وسهلا. ايه رايكم؟ اهي يلا بقى كده احطه على البتنجان. حبيب قلبي البتنجان بتاعي معايا رشه ملح اهي برضو ما نستغناش عنها. تمام ورشه ايه شطه، احنا بنحب الاكل ايه نشطشط شويه. تمام الهريسه بتاعتي اهي اللي انا عملتيها او اللي انت عملتيها يعني. تمام اهي يا حبيبه قلبي عايزه تحطي كده بقى اهو، انا حاطه فلفل اخضر على فلفل احمر اللي يعجبك تحطيها ازاي انت وراحتك، انا على حسب انا اللي هاكل وانا اللي ايه. انا حبيت بس اوريكم يا حبايب قلبي. يا رب لو عجبك الفيديو تعملي لايك، لو ما عجبكيش الفيديو ولقيتيه حزن الحزن يا ريت تعملي ديسلايك، وعادي خالص مفيش مشكله. حلو قوي الرضا كده، ودي اكل النهارده اهو. هعمل بقى عليه كده ايه، لو جالي عيش، لو جالي عيش هخلي المكرونه لبكره، لو جاليش عيش هاكل انا كده دلوقتي. بس هعمل معاه طبق سلطه طبعا، في كلتا الحالتين مع المكرونه او العيش هعمل سلطه. طبعا كلكم عارفين السلطه، هنبشر الجزرايه ونقطع الطماطمايه والفلفلايه والبصلايه وحته الخياره اللي عندي لانها نص خياره هي اللي فايده عندي. يلا حبايب قلبي، حبايب قلبي الطماطم بتاعتي تمام التمام اهي كل 10. انزل بقى ايه بشويه فلفل اسود. تمام اهي وهنزل بقى بشويه ملح. الملح والحاجات دي ترجع لك انت يا روحي، صحي ولا انا غلطانه؟ تمام اهي خلاص نقلبها بقى كده ونشوف هنعمل ايه مع بعضينا حبايب قلب حسون. معلش لو بطول عليك قلبي، الميه بتاعتي ديت ساقعه ساقعه مش سخنه من الحنفيه. تمام هنزل بيها من المكرونه بتاعتي اهي، وانا عاملاها في القناه خطوه بخطوه بكل حذافير. تمام وهقلب بقى كده بقى لغايه ما المكرونه بتاعتي ايه تستوي. تمام خلاص واعملها بقى معاكم زي ما انتوا عارفين، والصلصه شغاله عليها وتديها ملح وفلفل زي ما انتوا شفتوا. واول ما تتسلق على طول هقوم مدخلها على المصفى على طول واعملها مع حضراتكم. اهي حبايب قلبي المكرونه بتاعتي خلاص كده استوت اهي اهي، المكرونه دي صغيره ما بتاخدش سوى. طبعا انا هصفيها على الحوض والصلصه بتاعتي زي ما انتوا شايفين اهي. تمام يلا
طيب قلب حسناء الناس الحلوه الصلصه بتاعتي اهي قلبتها خلاص تمام. انزل بقى بالمكرونه بتاعتي طريقه عاديه خالص ابسط ما تتخيلي خالص ماشي اهي بس هتبقى كلها طماطم انا بحب الطماطم كتير خلاص هقلبها بقى كده اهو واسيبها بس لمده كام دقيقه كده مع نفسها وبالف هنا وشفا معلش بقى حاجه بسيطه كل واحد على قد حاله واللي موجود يسد وده يومي وده روتيني وغلبانه مصريه فلاحه كلبه اللي حضرتها بتقول انا يا حبيبتي مش مسامحاكي وخلاص وانا اتكلت على ربنا وقلت يا رب تمام اللي بيقول يا رب ما بيندمش خلاص يا قلبي هسيبهم بقى خمس دقايق تمام هي حمرا خالص بس الكاميرا ظلماها شايفين خمس دقايق بالظبط وارجع لكم تاني واوريكم الاكل بتاعي وعلى قدي وده يومي وده روتيني ورضا وفضل ونعمه وانا راضيه باللي بيجيبه ربنا نايمه تحت السلم مفيش مشكله كل اللي يجيبه ربنا كويس والفقر له الجنه ان شاء الله ربنا ذكرنا في القران والفلاحين اسيادنا يلا حبايبي حبايب قلب المكرونه بتاعتي اهي خلاص تمام يلا غرفها بقى مع حضراتكم كده وده كان يوم النهارده يوم من ايام ربنا يلا حبايب قلبي الحمد لله حبايب قلبي ده اكلي هو تغرف معاكم المكرونه رضا والحمد لله فضل ونعمه حبايب قلبي الكومنتات الحلوه اللي بتحبني والكومنتات السلبيه رضا في انه عند ربنا هصور هنزل لكم الاكل دلوقتي المكرونه بس انا عايزاها سخنه هي حبايب قلبي بصوا سخنه نار يا حبيبي نار ايه تمام انا هنزلها معاكم اهو بسم رب العالمين هو ده اكلي بقى كده النهارده وفضل ونعمه طبعا اللي بيخيل عليا في الكومنتات انا بشكره انا بشكره 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 خالص بحبكم كتير 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 فضلا وليس امر لو عجبك الفيديو يا حبيبه قلبي دوسي واعملي لايك ما عجبكيش الفيديو يا ريت ما تخشيش ولا تشوفيه خالص خلاص يا حبيبه قلبي بحبكم كتير كتير وده كان اكلي والحمد لله فضل ونعم يا رب دايما دايما مكتوب عندي الستر والصحه يا رب مكتوب عندي الستر والصحه هو ده اكلي رضا رضا وحبيبه قلبي بحبكم في الله جودي بالموجود وكله فضل وايه ونعم ودي كانت مكرونه النهارده اهي فضل ونعم طريقه عاديه خالص ما فيهاش اي حاجه ولا الافلام اللي بتشوفها على اليوتيوب ده يومي وده الطبيعي والحمد لله ان انا وفرت مكرونه وزيت بحبكم في الله في رعايه الله اسيبكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في رعايه الله مع السلامه.